أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر أي من الشاحنات على مدار اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أمام بوابة معبر رفح المصرية نرصد استمرار تعنت قوات الاحتلال في منع دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم منعت قوات الاحتلال دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها. بالطبع الشاحنات الإغاثية موجودة هنا من جانب بوابة معبر رفح المصرية في المركز اللوجستي أو مكان يعني تخزين هذه الشاحنات، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها بعد أن تتحرك من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. أصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع دخول هذه المساعدات على الإطلاق أيا كان نوع هذه المساعدات، ويستمر بالطبع نهج هذا التعنت الخاص بقوات الاحتلال حتى إذا دخلت هذه يعني المساعدات إلى الناحية الأخرى تمنع دخولها إلى شمال قطاع غزة ضمن الخطة الموضوعة من جانب قوات الاحتلال وما يطلق عليها خطة الجنرالات، وهي قصة التجويع لسكان شمال قطاع غزة واستمرار القصف المستمر على جميع قطاع غزة بشكل عام في الشمال وفي الجنوب، وتحديدا نرصد من هنا استمرار القصف المستمر على غرب رفح الفلسطينية. في جنوب رفح الفلسطينية يستمر هذا القصف، ونسمع في بعض الأحيان الاشتباكات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة في تجهيز هذه المساعدات الإغاثية والشاحنات وتحريكها يوميا إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه صورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.